خلينا نبتدي مع الحاجة نجات واسألك، بيعت الفول برضو من المهن الصعبة، بتقفي في الشارع، بتقابلي رجالة، بتقابلي سيدات، بتقابلي مختلف الطبقات ومختلف الفئات. عايزة أعرف قصتك بدأت من إمتى، يعني إمتى وإنت واقفة في الشارع بتبيعي فول؟ والله أنا بعد زوجي ما مات وقفت في دكانة والدي فول وطعمية وكده، وبقينا نبيع وأبيع وكده. بقالك كام سنة واقفة في المهنة أنا دي؟ هو زوجي مات دلوقتي بقاله 23 سنة. ربنا يرحمه. من ساعتها بقى وانا واقفة ايه بشتغل وكده في نفس الدكان، واللي كان واقف معايا يعني ايه ما فيش حد غريب، يعني كان معايا اخويا الاول واولاده وبعد كده. انت عندك ولاد يا حاجة؟ عندك اولاد؟ انا عندي عندي 6 اولاد. ما شاء الله. طب ليه ما وقفوش هم في المحل؟ كانوا صغيرين. طب لما كبروا ما قالولكيش مثلا زي ما بنشوف اولاد كتير، ماما لا انت كبرتي ما ينفعش تقفي خلاص احنا نقفل المحل؟ قالولي. بس وانت أنا عملتي ايه؟ انا لا يعني بصراحه ما اقدرش اقعد في البيت. طبعا احنا واحنا بنتكلم مع الحاجه نجاة احنا معانا مشاهد حيه من هناك بقى، زي ما نقول من قلب الحدث، وانت بتقلي الطعميه وبتعملي العجينه، في ناس بتاخد عجينه لوحدها وانت بتقفي بقى بتقلي بايديكي وانت اللي بتعملي الفول. انا اللي بقلي انا اللي بقلي وانا اللي دول اولادك صح؟ ده ابني والتاني حفيدي. ما شاء الله الف يعني ربنا يخليهم. التاني ده حفيدي. ايوه ده حفيدك. ربنا يخليهولك يا رب. الله يخليك.